أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ومن يسلم وجهه إلى الله، ومن يسلم عندي إدغام ناقص لغنى، لماذا ناقص؟ لأن ذهبت التاس وبقيت صفة الغنى ذات نون فياء، دخلت في الياء ولكن بقت صفة ديالها هي غنى مقدارها حركة. يسلم تبين أخواتي للسين فيها صفير وفيها كذلك همس، يسلم ونحاول إتمام كسرة اللام باش ما تجيش اللام مفخمة. يسلم كلشي مرقق، الميم فيها توسط. يسلم لا أقول يسلم ولا أقول يسلم، إذا لا غنى زائدة ولا قلقلة في الميم. وجهه عندي قلقلة في الجيم. وجهه إلى الله، هذه هاء الكناية أو هاء الضمير أو هاء الغائب المفرد المذكر، جاءت بين حركة الفتحة للهاء وبين همزة مكسورة، فسبب هذا المد ست حركات هو الهمز، لأن المد يحتاج، المد الفرعي يحتاج إلى سبب، يا إما همز يا إما سكون يا إما شفة. نعم، إذا فهذا احتاج هذا المد إلى همزين فنمد عليه بست حركات وينسب إلى المد المنفصل، يتسمى الصلة الكبرى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، وهو حركة الواو فتحة ضم الشفتين عند النطق بالهاء، وهو وهو أقول وهو وهو محسن، الحاء فيها جريان نفس وفيها كذلك جريان صوت، معنى فيها همس وفيها رخاء. وهو محسن فقد، نعدي إخفاء بغنة مرقق، فقد استمسك، فقد الأصل فقد استمسك، همسة وسقط في درج الكلام. أنا عندي قاعدة في التحريك، إذا التقى ساكنان فاكسر ما سبق. فقد استمسك بالعروة الوثقى، بالعروة بالعو، إذا نجيب لك اللام فيها توسط والعين ضم الشفتين عند النطق بالعين، العين خاصها تكون مرققة لأنها تجاورت مع الراء مفخمة، فما تجرحكمش هذيك الراء وتخدموا لي العين، العين راه مرققة. بالعو بالعروة الوثقى، الوثقى هذه من دواب الياء، جاءت غير رأس آية فيها الفتح والتقليل. الوثقى جماعة الوثقى
نعم الأكل الوثقى ما تفرجوش الهمس في الأخر ما تفرجوشها الوثقى الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. انتبهينا أخواتي اللام الأولى وإلى حرف جر إذا هذه اللام هذه خاصة تكون ورقة انتبهينا جيدا لهذا الأمر فاللام دي اسم الجلال مفخمة بسبب الفتح ديال اللام اللي قبل منها هنا تجاورت اللام مرققة مع اللام مفخمة إذا نرقق اللام الأولى عاد ندوز اللام الثانية ونفخمها وإلى الله وإلى الله جماعة وإلى الله وقي وإلى الله وإلى ما نضمش الشفتين نهائيا عندي فتحة فتحة وعندي كسرة ديال الهاء وإلى الله هي الكسر كان شوية كبير شوية هو الأسفل وإلى الله وإلى الله وإلى الله عودها وإلى الله ممتاز عاقبة الأمور لأن عندي العين ما قلتش عاقبة ملي قريتوها عاقبة قلتوها خذوا راحتكم ملي كتكونوا كتراجعوا كتكونوا كتراجعوا ملي كتكونوا كتقراوا انتبهوا لهذا الأمر إذا عين فتحة ألف سكون عا لا أقول عا قاف كسرة قي عاقي با فتحة با عاقبة تا ضمة عاقبة الله نحاولوا نقراوا هكذا عين فتحة ألف سكون عا قاف كسرة قي اللي قراوها غير قلال واش غير قلال اللي كديروا الطريقه النورانيه تبارك الله كل شيء كديروا اخوات حساب اذا انتبهينا عاقبة ملي كيستعصى عليا شي كاين شي تجاور ولا كيستعصى عليا الامر فمن الاحسن انني نجيب الطريقه النورانيه باش نعطي الحرف الحق ديالو من ترقيق ومن والمخرج والصفه ومن غنه اذا كان تما شي حكم ديال الغنه مفهوم وإلى الله عاقبة الأمور همزة وسط تسقط في درج الكلام الأصل الأمور كاين نقل الحركة الحركة كي دايرة ديال الهمز همز مضمون من بعد منه سكون الأمور الأمور الراء مقصورة عند الوصل ترقق وعند الوقف تفخم لأن يذهب كسرها كتولي ساكنة ومن كفر إخفاء بغنة مرققة تبين أخوات كفر كفر كفتح كفتح فكف را فتح را كفر كفر لا أقول كفر خديت وراح تكون اللي كنت بتقرا كفر ومن كفر لا كفر الراء مقدرين فخمة يلا كفتح ك ممتاز فلا يحزنك انتبهين أخواتي لا أقول يحزنك يحزنك رخاوة وهمس جريان الصوت وجريان النفس فلا يحزنك النون بعد الكاف إذا عندي بعد هذا الكاف عندي إخفاء بغنة مرققة كفره كف إذا نجيب الضمة السكون مجرد من الفتح مجرد من الكسر مجرد من الضم أقول كف كف نجيب الهمس ديال الفاء كفره 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 ونعطي الهمس الهاء إلينا نرجعهم تبهنا لتجاور الحروف تجاور الميم مع الراء المفخمة نرجعهم مرجعهم الميم مرققة ما لا أقول ما مرجعهم جماعة نرجعهم نعم ممتاز توسط في الميم نرجعهم فننبئهم أعطوني الكسر التام في الباء
فننبئهم بما عملوا. إخفاء شفوي نعطيو غنى مقدارها حركة ميم مع الباء. عملوا حركة لو قفت ما نزيدش نكون سنقرا ونبدا نتغنى ونسر قواعد، لا قواعد هما الأصل، أو نكون كنقرا بمقام ونجي حتى لهذا المد ونفوت هذا كيتسمى تطريب، لا خصني نعطي حركة من الكوتاج. هذاك الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ولكن الأصل هما القواعد. يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب أن يقرأ القرآن غدا طريا كما أنزل، فأقول بما عملوا حركة، فلا أقول بما عملوا مثلا، ما أكثر مثلا القراء نعم لا فلا يجوز. إذا ما خصنيش نفوت حركة، فتنقول دائما القرآن عنده البيرمي ديالو. إذا البيرمي اللي كدوزي طونوبيلا كاين فيهوش، كاين علامة قيف، كاين هذه إلى آخره، كاين هنا زكزاك، هنا كاين واحد الطريق اللي هو صعب، كاين ميراج إلى آخره. فذلك ولله مثل الأعلى. إذا القرآن الكريم نتغنى ماشي ما نتغناش، لأن الله عز وجل غانا نقرأ القرآن بصوت جميل. إذا لكل شيء حلية، حلية وحلية القرآن الصوت الحسن. مثلا أنت ملي كتبغي تمشي لشي مناسبة شي حاجة، أي حاجة عندك زوينة كتلبسيها، أي حلية زوينة كتلبسيها. إذا فالقرآن الحلية ديالو هو الصوت الحسن. إذا الصوت الحسن الحمد لله راه يكتسب، هو الصوت نعمة من الله عز وجل، ولكن الأداء يتجمل بالمقام وبالصيغة أنك تخرجي كل ما عندك من صوت وكل ما عندك من أداء، وتوقفي الوقت وتاخذي النفس ديالك وتحاولي ما تنفسيش في وسط الآية، وديري الغنة. الغنة فاش كنجمل القراءة، وفي المد فاش كنجمل القراءة، ولكن مد متوسط حركات. غنة ملي كتكون مشددة ومشددة حركتين، ملي كيكون عندي إخفاء كذلك حركتين، إدغام بغنة حركتين. إذا مفهوم أخواتي؟ إذا قلنا اللي خرجنا لهذا القول هو بما عملوا حركتين، ما نزيدش على حركتين. إن الله، تبين أخواتي لإن تجاورت النون مرققة مع اللام مفخمة لإسم الجلال، لأن اللام مسبوقة بالفتح، فأقول إن الله ولا أقول إن الله جماعة. إن الله، نعم إن الله، ونجيب لك الهاء مرققة ما نجيبهاش مغلط. عليم بذات الصدور، تبين عليم عندي تما تنوين ونساكنة ديال التنوين، اش جا من بعد منها؟ جا من بعد منها الباء عندي قلب. مفهوم اخواتي؟ عليم بذات، لا اقول بذاتي، ذال فتحة ذال وليس دال. الذات تخرج من طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا، بينما الدال المهمله تخرج من طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. باء تسمع ذا فتحه الف سكون ذا بذا تاء كسرتي بذاتي. اذا انتبه اخواتي لكلمه الصدور، اقول الصدور الصدور. اذا جيت نرقق الدال غادي نرقق الصاد، تولي الصاد سين، كتدخل في لحن جديد واخا ما غيتغيرش المعنى، ياك؟ إلا جيت نغلط الصاد غادي نغلط معها الدال. إذا انتبهنا لهذا الأمر، فأقول الصو الصو، ضم الشفتين علاش؟ لأن الصاد مضمومة. الصدور، والراء من بعد راه مفخمة عند الوقف، عند الوصل الصدوري ري. إذا المرققة عند الوصل، لكن عند الوقف غنوقف بالراء مفخمة. الصدور الصدور جماعة، الصدور دو دو، الصدور الصدور. نمتعهم قليلا، عندي هنا إظهار شفوي، نعطي التوسط للميم باش ما ندغمهاش في القاف، وباش ما نقلقلهاش، باش ما نزيدش في الغنه ديالها. نمتعهم قليلا ثم
ثم لإخفاء بغنة مرققة تنوين مع ثاء ثم في نفس الوقت الغنة مقدار حركتين ولكن نجيب الغنة مرققة ثم لا أقول ثم جماعة ثم نعم ثم نضطرهم هذه شوية صعيبة نجيب النون مرققة نعطي الاستطالة للضاد هي فيها إطباق واستعلاء نب وفيها كذلك انحباس النفس فيها جهر نضطرهم ندوس مباشرة الحق والضحك المستعلي مطبق نضطرهم جماعة أعطيو الاستطالة للطاء باش ما تغموهاش في الطاء لا تغموا في الطاء نضطرهم ونجيبوا لك الراء مفخمة والهاء والميم غيكونوا مرقين نضطرهم إلى ميم جمع بعد منها همزة تضم وتمد بست حركات وتدخل في المد المنفصل إلى عذاب غليظ تبينا عذاب الغين مستعلية ونعطي التوسط للنون للتنوين عذاب غليظ اللام مرققة يلا أخواتي غليظ عودوا لا أقول الضاء غليظ حيث الضاء فيها جهر غليظ غليظ ممتاز ما شاء الله يعني. إن شاء الله نحاولوا نثبتوا هذه الآيات إن شاء الله ندوزوا إلى آيات ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم جمع ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله ولئن سألتهم عندنا إخفاء بغنة مرققة سألتهم من إدغام أكمل ما يكون إدغام سماته اتحد حرف هذه الميم الساكنة والميم المفتوحة اتحد مخرجا وصفة من خلق عندي إظهار وتبين تجاوز الحروف كلمة خلق خا فتحة خا لا فتحة لا خلق خافت حقا خلقا خافت حقا لا فتح لا خلقا خافت حقا خلقا
من خلق السماوات، السماوات هذيك المدود، مدود طبيعية كنبدو عليها بحركتي، والأرض، جيب لام ورقة أخواتي، بزاف منكم تتقولوا والأرض، وتاخذوا راحتكم، ولا جيب لام مرققة، عاد نجيب عندي هنا نقل الحركة بطبيعة الحال، نجيب لام مرققة، ولا غضة، ولا غضة، نجيب الراء مفخمة، والضاد مستعلية مطبقة. من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، دون مشددة ونقدر حركتين، ليقولن جيب النون مرققة بالغنة ديالها مرققة، عاد ندوز لام لاسم جلال، حيت هنا لام اسم جلال مفخم، علاش؟ لأن قبل ما النون فتحة، نعم، إذا تجاورت النون مع اللام، ما نفخمش النون، لا يقولن الله، وجيب هذيك الهاء مرققة ديال اسم جلال، قول الحمد لله، إذا قل شنو عندي هنايا؟ نعم، هذه لام الفعل جاءت متطرقة، نعم، لام الفعل جاءت متطرقة، إذا عندي الإظهار مع اللام الأخرى، قولي الحمد، لأن إذا التقى ساكنان فكسر ما صار، قولي الحمد لله، بل أكثرهم لله، لام اسم جلال قبلها نعم حيت مسبوقة بالفصل، نعم، بل أكثرهم، الأصل بل أكثرهم، عندي نقل الحركة، أكثرهم، أكثرهم، إذا عندي الكاف فيها شدة، أنا في بالصوت، ومن بعد باش غادي تخرج بالهمس، بجريان النفس، أكثرهم، الثاء معجمة، أكثر، ثاء، أكثرهم لا يعلمون، عندي إظهار شفوي. مين معلم؟ لا يعلمون، لا أقول يعلمون، إذا العين فيها انحباس النفس وفيها كذلك توسط، لا يعلمون، عرق السكون، جوج أربعة ست حركات، كيف ما الآية اللي قبلتها هي غليظ، عرق السكون، الصدور، عرق السكون، جوج أربعة ست حركات، لله ما في السماوات والأرض. عندي اللام ديال اسم جلال المرققة حيت مسبوقة بكسر، ما في السماوات، في السماوات إذا التقى ساكنان فحذف ما سبق، ولعو، ولعو، إذا نجيب اللام مرققة، الراء مفخمة، والضاد فيها استعلاء، لا قلقلة في الضاد، ولعو، نعطيها الإطباق والاستعلاء ونعطيها الاستطالة، امتداد من حين تدلو أقصى اللسان إلى أدناه، والاصطدام يكون مع الأضراس العليا، مفهوم أخواتي؟ ولعو. إن الله نفس الشيء المشدد غنى حركتين كما قلنا في الأول، واللام مفتوحة للإسم الجلال، اللام قبل منها فتح عفوا تفخم، إذا نجيب النون ورققة والغنى ديالها مرققة، إن الله، لا أقول إن الله، هو الغني، هو الغني، توسط في اللام، لام تعريف، لام تعريف جاءت مع الغين، إظهار قمري. هو الغني، الغاغا، الغني، نعطي النبر الياء، ياء مشددة عند الوصل والوقف، كاين عندك النبر، نضغط عليها باش تبان على الحرف اللي قبل منها، الغني الحميد، لام ثانية كذلك، لام تعريف جاءت بعد الحاء، عندي إظهار قمري، أعطيت توسط لهذيك اللام، والدال منين وقف طبيعة الحال نوقف بقلقلة، هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض، إذا النون مشددة غنى مقدار وحركتين، ما انتبهنا، ما إذا نجيب الألف مرقق قبل منه ميم مرققة، أنما ميم فتحة ألف سكون، ما لا أقول ما، إنما في الأرض التقى ساكنان فاحذف مصر، في الأرض لا أقول في الأرض، لا غضي، نجيب لام مرققة، راء مفخمة، ضاد مستعلية، من شجرة، إخفاء بغنة مرققة، ونجيب تفشي في الشين، من شجرة، شجرة، راء، وانتبهنا لهاد كاين جوج الحروف يخرجوا من خرج واحد، شين والجيم، شين والجيم، إش إج، إذا
عندكم مدغمشين في الجيم. شجا شجا شجراتين شجراتين الراء مقخمة شجراتين أقلام تنوين مع نقل الحركة أقلام قلقلة في القاف أقلام هذاك المد طبيعي حركتين أقلام إدغام ناقص بهن واو مع التنوين والبحر انتبهنا والبحر جماعة ممتاز لم فيها توصل والبحر يمده ما تسل الصغرى جاءت بين حركة الدال الهاء الكناية هاء الكناية جاءت بين الضم ديال الدال والكسرة ديال الميم نمد عليها بحركتين هذيك الواو الصغيرة السنة بما تسل الصغرى من بعده قلب تقلب نون الساكنة باء إذا جاء بعدها حرف الباء بعده التوسط في العين بعده لاحظوا أخواتي يمده الهاء يا الصلة مضمومة وبعده مكسورة الأولى نمد عليه بواو صغيرة حيث كنقولوا دائما الواو بنت الضمة بنت الواو وبعده عندك كسرة كسرة بنت الياء نمدينا عليها بياء صغيرة ولا قلنا بنقوم بالسكون يمده بعده من بعده سبعة سبع إذا عندك القلاء الباء سبعة أبحر أبحر عندي الباء في القلقلة كل شيء مرقق يلا جماعة أبحر نعم لو قفت أبحر خمرة أبحر أبحر ما نفدت عندي إدغام بغنة مقدارها حركتين نفدت كلمة في تاء فيها شدة كذا الصف نعطيها الهمس ما نفدت كلمات الله إذا كلمات وليس كلمات كلمات جمع كلمات الله نجيب هذه اللام مقامة تنقل من الضمة نجيب لها مرققة ونعطي الهمس ديالها إن المشددة الله إن المشددة قلنا حركتين الله عزيز حكيم لم دي اسم الجلال مفهمة قبل من نفتح عزيز حكيم عندي إظهار نعطي توصف للنون باش ما نخلقش النون حكيم غنوقف عليها عارض 4 6 حركات